السلام عليكم. إريتريا هدية طرفتها بوقشات الدليار، لكن يكون لهم ذاتك لدوان لقدهان هي أصل أهمبا جغرافيا هنانا كافوين بحاد أداء إريتريا أرن كان إن تي في وحكومة دور كي دقيقة باللوقات كالورك لغو أخرية سيدة تكرانيا إزي أقول قلو تلفجين إيرترايو كمي تمسيوز خبركم تعذبتنا ساعة شعة تخوينو يا سيدة كالعربي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم من الفضائية الإيرترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. إيرترية طبعا هدان صومالين هاي آديان أنقانا مجا عيد عدنا أقوم بذن مجرته الرمى الجغرافية ديت هي الرمى السياسة ديت أوغيت إيرترية سفيعنيا مجا عن أنقانا، لكن مركي مجا عسكري لقى صوتكو معلومات بوحة انت هنا بدن كما هينا وحان كهلا يسقود هانيت مجتمع صوماليات معلومات كان كاهينا دلك إيرترية آد وما بدنا وأنا أرنك كاني إن المقال كان سمينا. هذا بس أنا نسوي دحيا عين أن قضب قضب أصمينه أن قضبينه موضوعا مركها روح نكون بلا بينا إسلام كي إريتريا مدل مسلمها مسلمين تبقلك بميقي جاريان وقضب كوهريو انتينا بدا وحا معقولة إن أن مقلني مقالة مصوع إريتريا مقالة حيبات كتاتسن بدعس مقالة دين وحلوقو مقعابة الباك وإسلام كسوغلي قارة أفريكا هجرة دي صحابة دي لولك حبشة بقرطوية دي أكسم حلقي نجاشي إكتاليني سي لولك إريتريا يقيبة كاميدة قبل كتكريدة وحا معقولة هدي آد ورارك لسعوتي أصابيع دي لسعودة في إن أد مقشي مقالة أكسم أيو دقال كسعودة أما عيدين هبل أيا قبصة دي مقالة أكسم أو كاميدة مقالوين قبل كتكريدة وماشا أوكي ماضي مقع بقرطوية دي أكسم هذا مقالة المصوع وحاكوية لمسجد لغو مقعابه مسجد كراس مدر وحالقو تلماما إنو يهي مسجد كي أغوه ريي إسلام كالاديسو أما مسجد كي أغوه ريي إصحابة الإسان مسجد كقوبة أيا لغو تلماما مسجد كي أغوه ريي إسلام كالاديسو وغيران مسجد كان كويا لمصوع وامد كاميده مساجد دي أغوه ريي إسلام كسيدة كان قبلتين كزيلع لمصوع هجرتان وكثير من الحكاية فالمدينة التي كانت عاصمة إريتريا شهدت وفي هذا المكان الهجرة الأولى رأس مدر أو رأس الأرض هنا نزل الصحابة رضوان الله عليهم في طريقهم إلى النجاشي وهنا صلوا باتجاه بيت المقدس أرن كانوا موجنايا وقت قدير إيه إسلام كصوغلي دل كان إريتريا مركي للي هي بقول كيبا ميقاي مسلمين تجاريا دل كان مركا كوبات لا إسكما هلين كرأنا مبرد الرسمي إيه كصوب حكومة دل كان حكومة دو وحيلاد هي أما نظام كريتري كجري وحولي هي مسلمين تو حجاريا أفرتني سيديد بقول كيبا إلى كونتن لكن مسلمين تدل كان وحيش هجان إن أغيران أيهين كونتنيشن إلى لحدنيشن بقول كيبا أما حتى أكسي بديهين سيد أولي هي برهان سعيد وكمدة مسلمين تأريتريا المسلمون في إريتريا يمثلون من 75 هناك طبعا إحصائيات الحكومة تقول 50% مسلمين 50% غير مسلمين وهناك إحصائيات لبعض المحققين يقولون عدد المسلمين يفوق من 50 إلى 65% وهناك أيضا قول يقال 75 ليست هناك حقيقة إحصائيات دقيقة في هذا الجانب لكن تواجد المسلمين في مناطق كثيرة يدل على أنهم كثافة سكانية كثيرة مركي لغا صوتك قارد إسلام كهجرة دي هوري وحو إسلام كسي وين وغفا في الولكان وقتك دولة دي أمويين تها كون شام بقولي لباطنكي مقالة مصوع صدو كرن لو يقان باضع وهو المقعة مقالة إسلامك أيا وحكسو دولي برتقيسك يروبيانكو حي أهايين أود جهل يدلم كعان هيد وقتكاس حلقاس بربورين وحانان هين ما أين أقونين مسلمين تتصالحان مركي أي إلى حدود كفرنسيسك قارين هل دربي ما أين دومينين هل كمذا في عذن مقدق أي عواني ماذا برتقيسك أي طول كلاس انت مصوع مسجد كمقالة وحي أبدلين كنيسة مركي دنب عثمانين تأي إدبيي كان حريي رمان حيبها بضعص في رجارها كسعطة ومضى صوماليات أهانشيها إريتريا كمامول أهان مد أين واحد باعتها كلاد حين صوماليدا أما إن إريتريا أي عذاوت كلاد حيس إيتوبيا أما أي صوماليد لكولهايين حرينت إريتريا ما أهان إن أي نقا إن ترتو دولميق النظام كأسياس أفوارق أي كدن كمسلمين إريتريا نظام أنا وحبك الدوانين مد كوقوية كوريا هير لغو تلمام إريتريا وقوية كوريا دا أفريكا مددير أي إثيوبيا إريتريا كتر تماين دلكاء وقوية كوريا دا أفريكا دلالك أقو قمسن أقو حيران إريتريا حتى كدب مركي إثيوبيا شيئين
ولي واد الحرن وقوية كوريا دا أفريكا سيداس درتيت نظام كجر إريتريا أسياس أفور والنظام لدكو مسلمين تا وانا النظام فسقي الظلم فافنايو أنا قوانا ميشا كسارينين حرير كواناك سينة صوماريض يا شعب كاسو لحيو حتى كوانا المسلمين تاهين مركي لغسوتك مسلمين تاهتا كواس أنا المسلمين تاهين حرير واناك سن أيا صوماريض كراد لحيو markaan aan u imaano dhinaca dadka iyo juqraafiga Eritrea muxuu yahay magacaan adag waxa laga yaabaa inaad isweydiinayso Eritrea magacaan hagu ka imaaday midan ma badacas muslimiintii hore waxay u yaqaaneen bahr al-qulzum greegana waxay u yaqaaneen erythra thalasa badacas taaso in magac Eritrea uu ka imaaday magaca ay greega u yaqaanaan badacas waan arin macquula markaan feerino khadkaas dheer heebta dalkan ee ku teedsan badacas مسافة غارسة كون كيلومتر دل بدكي سوغارة يبقل إلا باتا كون كيلومتر اسكويرا إن أولا هذا حيب تاس دير إن مقع بدع أسلوب بحيو ومد عقل غالة ومد معقولة هذا بي إريتريا مركاد ليه دهي وحيكا ديغان تاي أذيقوله بدعس دولد بدعس مقع أي غريق ويقانين إريثرا بدعس قدها بدعس وحاجر قياستي بقل لح إلا باتين جزيرة دو يريرو رعسن إريتريا xiliyada qaarna ay Yemen isku qabsadaan waxaan filayaa mar inay dagaalameen Eritrea ma ahan dhul saxara ah sida laga yaabo in Soomaalida qaar ay u maleeyaan oo xitaa aniga aan kamida waagi hore waxaan mar ugu yaraan afar wabi mid kamida wuxuu ku shabaa wabiga Nil taasoo ah in Eritrea lagu tilmaamo dawladaha uu ka soo barqado wabiga Nil aanu imaano dhinaca dadka tirada guud ee dadka waxay gaarayaan 3 milyan 200 kun ama 300 kun ayaa raac 3 milyan sidaan soo sheegney Eritrea waxaa ku nool dad kala duwan dalyar dadkuna ayna aad u badnayn laakiin waa dad kala duwan carab tigre iyo aqoom kale waliba carabta ama qabaailka carabta ee dego waxaa ka mid ah qabiil lagu magacaabo Rashaayida oo sidoo kale na dego dalka Suudaan waa carab carab ah qabiil aad iyo aad reer miyo ah kana soo jooda Bani Abs mid ka mid ah qabaailkii ugu waaweyn carabta ee uu ka mid ah Antara ibn Shidad iyo saxaabo badan ayaa ka soo jooda qabiilka Bani Abs ay ka mid yihiin Rashaayidada dego dalka Suudaan waana dad aad iyo aad u dambeeya waa dad reer miyiga Rashaayidada waxa macquul in caalamkan maanta aynu ku nooleyn dad sida ay reer miyiga u yihiin reer miyiga oo ah tusaale ahaan hadda aniga waxaan ku noolahay dalkan Qatar Rashaayida badan oo Suudaaniyiin ah ama Eritrean ayaa halkan imaado dalkan horumarka uu ka jiro fursadaha shaqo ay ka jiraan markay imaadaan geel ayay raacaan waa shay cajiib runtii zaciim shujaac li ala al-izz ضاري قام قومة أسد متغضب وقام ثائر استرد الحقوق وصار للعز طاري يكفي أنه توظفنا بكل الدوائر ويكفي أنه رشيدي مع منصب وزاري هذا الرشايد ذان إريتر يدقو وحي كسو جيدان بني عبس قبيل كي عنترة ابن شداد سيديكو سمعي سمتي إريتر يدان مانتا نقانو دالكاس مضح بنان وحو إماضي كدب صدن سنو دقالة دقال هرقال إسكسيبي magacan si fiican u xasuusta Xamid Idris Awati muslim Eritreana laguna tilmaamo aabaha kacdoonka hubaysan ee Eritrea ninkii ugu horeeyay ee gumaysiga Ethiopia xabadda ku rido 1916kii laakiin muddo hal sano kadib ah waa 1962 ayuu shahiiday asagoo dagaal kula jiro ciidanka dulmiga Ethiopia wax yar 1819kii Eritrea waxaa qabsaday Talyaaniga laakiin markii Talyaaniga ama taliskii faashiga lagu jabiyay dagaalkii labaad ee adduunka waxaa qabsaday Ingiriiska muddo kadibna Ingiriisku wuxuu soo joodiyay fikrad jahannami ah oo ah ka warrama sida Pakistan iyo Hindiya oo kale haddaan halkan ka sameyno Eritrea oo muslimiinta aan raacina Suudaan kristankana aan raacina Ethiopia laakiin fikraddan way socon weyday bilowgii kontamaadkii qaramada midoobay ayaa soo bandhigtay sidoo kale fikrad aad iyo aad u liidata oo ah in Eritrea lagu daro Ethiopia laakiin xoogaa qaab maamul hoosaad ah la siiyo yacni in la yarahuyo laba qaybood oo midoobay arrinkana muddo ayuu sidaas ahaa mid ayay ahaayeen laakiin Eritrea waxaa ka yari jiray maamul hoosaad laakiin xiile salaase Rastafari Makanan ayaa yiri warkan iguma soconaayo waana tii uu meesha ka saaray wax la yiraahdo maamul hoosaad maalinkaas ayuu bilowday dagaal soo idlaaday 29kii May 1919kii markay ciidanka jabhadii xoreynta Eritrea galeen caasimadda Asmara Soomaalidu tabcan burburkii ka hor lug weyn ayay ku lahaayeen xoreynta Eritrea
dowladii Soomaaliya waxay taageeray jirtay jabhada xoreynta Eritrea ugu dambeeyna 29kii May 1999kii ayay Eritrea noqotay dal madax banaan waxaan rajaynayaa wax uun ama macluumaad ka maqnayd oo ku saabsan dalkan Eritrea inaan kugu soo kordhiyay muuqaalkan intaan ay ku egyahay wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh